الكاميرا بلشت تتحرك. اوكي هلا بين عنا هذه الكواليس اللي صورناها قبل ما نبدا الحلقه. بالضبط قبل الحلقه. هلا من هون بقدر اتحكم بالفيديو. هي عملنا بلاي عشان ابلش اعمل ديجيتايز. بكبس على ستارت امبورت فيديو امبورت, بوقف شوي بعدين برجع بكمل. هذا التحضير قبل الهواء بلحظات يعني. اوكي هلا هيك عم يعمل ديجيتايز. هون اذا بنطلع هون الفيديو امبورتد, اوكي بكتب لنا كم ثانيه صار ماخذ من الكليب, وبنفس الوقت الحجم الفايل قد ايه. هي عم يكبر تدريجيا طبعا, وقديش ضايل عندنا ميموري على الجهاز انه نعرف حالنا قد ايه ضل. يعني هلا في هالحاله عندنا 100 جيجا, كثير منيح يعني بنقدر نعمل ديجيتايز قد ما بدنا. بس نخلص اوكي انه مثلا بدنا لحد هون, احنا بنقول له ستوب فيديو امبورت. اوكي هلا هون انت بتحدد سيف الكليب, هو بتحدد كم دقيقه. هلا بقدر اعمل كذا كليب انا يعني. أوكي. امشي شوي ارجع ابلش اعمل ديجيتايز ارجع اوقف. بس اخلص منهم اوكي بكبس على فينيش. اوكي وبعدين تلقائيا بيعمل له امبورت هو. لحاله عمل امبورت. هلا بهاي المرحله بتبلش انت المونتاج وداخل الايفكتس. هلا صار على الكمبيوتر هو. اوكي هلا صار على الكمبيوتر على شكل داتا يعني. نقدر هون نتحكم فيها بكل بساطة. لما نكبس مرتين عليه بيمشي هون, باخده طبعا صوت وصورة. اوكي بعدين يعني بنختار مثلا النقطة اللي بدنا اياها اوكي وين نبلش, ونقدر نعمل فيها سبليت. هذا السبليت اللي هو بيعمل زي كات, بيعمل قطع. فمثلا احنا هلا نطلع هون التايمر الديوريشن كامل حوالي 33 ثانية كله على بعض. هلا احنا واقفين على الدقيقة الثانية 13 تقريبا. هلا هو 12 و60 هو المفروض انه ما يكون في شيء اسمه 60. هو عادة الثانية بالفيديو تعتبر 25 فريم. صحيح 25 صورة, فهي بتبلش من الصفر جزء الثانية يعني من الصفر لل 24 تقلب على الصفر بيكون قلب ثانية جديدة. فهون ما بعرف غريب يعني. المهم بس هذا بدنا نحكي برضه انه احنا مش بروفيشنال, هذا لا اي حد بيقدر يستعمله. صحيح اوكي فبنقدر نعمل سبليت هون. هلا تلقائيا عمل سبليت للجزء الاولاني, اخذه كليب لحاله, والجزء الثاني من وقت ما حطينا السبليت تبعنا ككليب ثاني, وفيهم نقدر نستعملهم بعدين للاديت يعني. احنا رح نحكي عن تفاصيل الايديتنج وشو الامور اللي فينا نستخدمها والمصطلحات الموجوده على برامج المونتاج المنزلي, لكن اسمح لي قبل ما نستكمل حوارنا خلينا نحكي شوي مقتطفات من مقالات الصحف اللي نزلت حول هذا الموضوع, ومنها جريده الرياض للكاتب جيني بارتشفيلد في تاريخ 27/11/2007 تحت عنوان كاميرات الجوال تخترق صناعة الأفلام التقليدية. أجهزة الموبايل ككاميرات سينمائية وهي رخيصة ومتوفرة بكثرة أخذت تكسر القوالب السينمائية المترسخة لتصنع لمسة هوليودية بين أيدي صانعي الأفلام الهواة, وقد أخذت ورش تعليم هذا الفن تظهر في أماكن عديدة من بوسطن إلى أبوظبي ومن باريس إلى ريو دي جانيرو. وقديم نلاقي بالفعل يعني إحنا لو منشوف على يوتيوب الأفلام اللي عم تنزل كلها بتتصور بكاميرات بدائية أو حتى بكاميرات الكمبيوتر. مالو. فبالفعل صاروا يستخدموهم لصناعة الأفلام الهواة. صح لأنه بكل بساطة أي تليفون هلأ في بقدر راح تصور فيديو بكل سهولة, وفي منهم برضو بيعملوا مونتاج كمان. فيهم سوفتوير بكل بساطة بتختار الموبايلات الجديدة هو لحاله بيعمل لك بتختار الموسيقى وبيعمل الإفكتس لحاله. مظبوط طلع جاهز. من موقع بوابتي الإلكترونية الصادرة بتاريخ 25/7/2008 تحت عنوان مواقع تقاسم الفيديو العربية, فكرة تقاسم الفيديو في حد ذاتها لا تتطلب تقنيا مجهودا كبيرا, فكل ما في الأمر هو تطوير قارئ فلاش يمكن من خلاله قراءة الفيديو بتنسيق وامتداد الـ FLV, وهو التنسيق المستعمل تقريبا في كل مواقع تقاسم الفيديو بصيغتها التشاركية. وهذا اللي صاير, هذا اللي عم بيصير كتير في فيديوهات تشاركية بتلاقي حتى بين ناس ببلد وأصحاب ببلد تاني. وهي فكرة يمكن هي صحيح لها نواحي إيجابية لكن سيئاتها أكبر بكتير وبتخوف أكثر. أكيد. خلينا ناخد اتصال مع السيد جمعة السهلي وهو مخرج إماراتي, لكن اسمح لي قبل ما ناخذ هذا الاتصال مع السيد جمعة خلينا نشوف تريلر لعودة أم دويس اللي حضرتك اشتغلته حتى بس نعطي فكرة عن ضيفنا عبر الهاتف وأيضا عن الموضوع اللي رح نتحدث عنه. إن شاء الله تفضل.
إذا كان هذا تريلر عودة أم دويس، ومعنا عبر الهاتف السيد جمعة السهلي المخرج الإماراتي الشاب مخرج أم دويس. ألو. ألو مرحبا. مساء الخير أستاذ جمعة. مساء النور يا هلا. إحنا منهنيك على أعمالك هذه، ولو أنه في بعض منها أخذ النجاح وبعض منها كان على المستوى لكن لم يلاقي الانتشار الكبير، لكن بشرفنا تكون معنا عبر الهاتف حتى نسألك شوي. أنه الآن أصبحت مخرج محترف، لكن هل سبق وكنت هاوي تقوم بمنتجة أفلامك القصيرة في المنزل مثلا؟ أيوة طبعا. أول شيء أنا أمسي عليكم بالخير وعلى أخوي أمجد. بالنسبة لبداياتي طبعا أنا كنت دارس للتصوير والمونتاج والإخراج، وطبعا بداية كان أكيد أنا كنت منتج أشغالي بإيدي. طبعا هاي كانت في البدايات في فترة الدراسة، لكن بعدها طبعا انتقلت وقمت أشتغل مع ناس محترفين في المونتاج أمثال أمجد ما شاء الله عليه يعني. اللي هو طبعا أنا بالنسبة لي أمجد من الناس المتمكنين في المونتاج بصراحة. أستاذ جمعة، أي نوع من البرامج كنت بتستعمل خلال يعني خلال ما كنت أنت بعدك هاوي؟ وهل تظن أنه العمل على أفلامك الخاصة ومنتجتها في المنزل ساهم في اكتسابك الخبرة؟ بالنسبة للبرامج طبعا هي البرامج اللي تعلمت عليها في أيام دراستي هي كان طبعا على الفاينل كات برو، هو نفس اللي اشتغل عليه أمجد، بس أنا طبعا مش كثير ملم فيه كمونتاج. وبالنسبة للمونتاج في المنزل طبعا أكيد أي مخرج يعني يستفيد سواء كان في استوديو أو في البيت، لأن طالما عندك أنت الجهاز معناته أنت ما عندك مشكلة، وطالما كنت أنت ملم وفاهم وعارف للجهاز ففي أي مكان ما تحط الجهاز راح تطلع منه شغل حلو يعني. صحيح، يعني طالما عندك أنت الأمور الأساسية اللي تبدأ فيها فبالتأكيد شغلك بيطلع حلو، والأمور بالنهاية حلو يكون لكل شخص لمسته الإبداعية على الفيديو الخاص فيه. هل من نصيحة معينة بتزديها لهواة الأفلام الشخصية أستاذ جمعة؟ نصيحتي لهم أنهم طبعاً يكونون أكثر دقيقين في مسألة اختيار القصة واختيار المونتير الشاطر اللي يضيف لهم في الأفلام، وأنهم ما يتسرعون يعني. وأن الواحد يقول أنا راح أسوي كل شيء، أنا راح أصور وأمنتج وأخرج، لا، أنا بالنسبة لي هالموضوع صعب، والأفلام هي عبارة عن صناعة ولازم يكون الفريق متكامل، والتخصص في العمل ميزة، والتخصص في العمل ميزة. نعم أستاذ جمعة، إحنا بنشكر وجودك معنا عبر الهاتف، وكان على كل الأحوال قبل ما نبدأ الحلقة كان عم بخبرنا عنك أستاذ أمجد قدي كانت شو لحظاتكم الأولى في العمل في أول مونتاج قابلته فيه، ونتمنى لك كل التوفيق في مساء الجنة اللي عم بتباشره في مونتاجه خلال هاي الأيام. شكرا لك أستاذ أمجد. أستاذ جمعة، وطبعا اسمح لي نطلع لفاصل ونرجع مرة تانية نكمل حوارنا معك.